بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. سيجتمع العيد مع يوم الجمعة بعد 3 أيام قادمة، والسؤال المطروح: هل إذا اجتمع العيد مع يوم الجمعة تسقط صلاة الجمعة؟ يعني يؤدي الإنسان صلاة العيد فقط ثم لا يؤدي صلاة الجمعة؟ هذا كلام قال به بعض أهل العلم، لكن الراجح عند جمهور الفقهاء أن صلاة الجمعة لا تسقط. من قال بسقوط الجمعة استدل بما رواه أصحاب السنن وغيرهم أن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصلي. وهذا الحديث الذي استدل به في إسناده إياس وهو من التابعين مجهول كما ذكر بعض أهل العلم، لكن حسنه بعض أهل العلم الآخرين لشواهد له. قال: فما الراجح في المسألة؟ الراجح أن صلاة الجمعة لا تسقط ولو اجتمعت مع يوم العيد في يوم واحد. والدليل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهذه الآية عامة في كل إنسان، لم يرخص لأحد في الترك إلا من أذن له في الأصل، كإنسان اشتد عليه المرض فهذا يعذر في أمور كثيرة، أو المرأة أو المسافر أو غير هؤلاء. وأجاب جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى عن حديث زيد بن أرقم بأن هذا خاص بسكان الأرياف الذين كانوا يأتون إلى المدينة في العصر النبوي من مكان بعيد، فإذا جاءوا لصلاة العيد ثم أرادوا العودة إلى ديارهم ثم الرجوع مرة أخرى إلى المدينة ليؤدوا صلاة الجمعة شق ذلك عليهم، فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمثال هؤلاء. وأما من يسكن في المدن بقرب المساجد فهؤلاء ليسوا داخلين، والله تعالى أعلم في هذا الخطاب. وقد قال بالقول الأول بسقوط الجمعة الإمام أحمد رحمه الله، وجمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى على خلاف ذلك كما أشرت، بوجوب أداء صلاة الجمعة ولو اجتمعت مع يوم العيد. أعاد الله تعالى علينا العيد والجمعة بخير ما يعيده على عباده الصالحين، وبالفرج العام عنا وعن المسلمين، والحمد لله تعالى رب العالمين.